الايام اللي جايه سودة اسود من اللي انا لابسه ده. كل واحد مغيب ولاغي عقله وعمال يقول مبروك للي حصل للسوريين ومبروك بشار الاسد ان هو غار في داهيه. اعرف ان انت داخل على ايام غبره، ولا انت فاهم سياسه، ولا فاهم ايه اللي بيحصل، ولا فاهم ايه اللي بيدار من حولك. سوريا ضاعت ومش راجعه تاني. اقرا اقرا وافهم، افهموا انتوا داخلين على ايه. سوريا من النهارده ما بقاش في سوريا. هو مين النهارده اللي مصلحته ان سوريا يحصل فيها كده؟ مين؟ اليهود اللي دخلوا دلوقتي. مش عارف بقى الفيديو دوت ممكن يجرى له ايه بعد الكلام دوت. ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ 3 دول واتقسمت، وفاضل مين؟ الجائزة الكبيرة مصر، الجيش الوحيد اللي بيهدد أمنهم في المنطقة، اللي بيهدد استقرارهم في المنطقة. خلاص مفيش غيرك. الجيش العربي الوطني الوحيد اللي موجود في منطقة الشرق الأوسط هو الجيش المصري. تعالى يا مغيب، هو مين اللي مسك سوريا؟ سمعني كده. أحمد الشرع. مين أحمد الشرع ده؟ أنهي شرع؟ ده أبو محمد الجولاني. آه لا 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 لا، مش بتاع جبهة تحرير سوريا، لا ده بتاع جبهة النصرة، أمير جبهة النصرة بتاع داعش اللي دلوقتي بيشكلوها في شكل جديد وبيتلمع وبيطلع في CNN، تمام، باسم أحمد الشرع. الشرع بتاعهم طبعا مش بتاعنا احنا، ملناش علاقة بالكلام ده. مين اللي بيمول المعارضة السورية من 2019؟ اخواننا البعد، اه ولاد العم، ومعاهم طبعا جدو كنتاكي الكبير. ايوه هم اللي بيمولوه. لحد ما ايه اللي حصل؟ لحد ما حصلت الصفقة الكبرى ما بين روسيا وامريكا، وعمك بوتين اتفقوا معاه، قالوا له احنا هنديك اوكرانيا على طبق من فضة، بس سيب لنا الملعب بتاع الشرق الاوسط وقواعدك زي ما هي محفوظة. وادي دقني لو قامت لسوريا قائمة تانية، يا اللي انت بتقول مبروك، ويا اللي بتقول شوفوا اللي بيحصل في سوريا، شوفوا الشعب، يلا يا ابطال، والابواق الاعلامية والاخوانية اللي طالعة تهرتل بأي كلام. ايه؟ ايوه انا سامع صوتك، سامع صوتك. اصل الاقتصاد بايظ، اصل النت غلي، اصل البنزين بقى في السماء، اصل ده البلد بتتباع. بلد مين اللي بتتباع؟ كل كم المشاريع اللي بيتم دلوقتي من اول راس جميلة بقى، تاخد بالك، وتقول لي العلمين الجديدة، وتقول لي العاصمة الادارية الجديدة، كل ده توطين، توطين اماكن جديدة، تمام، علشان تبقى خط دفاع اول. يجي واحد ناصح قوي يقول لي يعني هم سايبين الدنيا دي كلها وعينيهم على مصر، اشمعنى يعني؟ عشان يحققوا من حلم النيل للفرات، يهدموا طريق الحرير اللي هيبقى مستقبل كبير قوي اللي ينميك اقتصاديا. فهم عايزين النهارده يقضوا على احلامك انت، ويقضوا على المشاريع بتاعتك، ويقضوا على نهضتك الاقتصاديه، علشان انت النهارده معاك جيش ونوعت اسلحتك وما اعتمدتش على مصدر واحد للتسليح وبتفوق. اه احنا بنمر بايام صعبة والله، وانا معاكم، وبنمر بايام طين وبايام سواد، بس لك ان تتخيل كده وترجع كوم باك. شوف اللي حصل في سوريا النهاردة، اول ما قال لك بشار مشي، انت واخد بالك، سياستهم واحدة، هوب افتح السجون، حرق مصلحة الجوازات والوثائق. يا نهار اسود، ليه؟ بيلغي ويطمس الهوية السورية أساسا. يبقى اللي داخل يا عالم جنسيته إيه؟ علشان كده بقولك هتبقى مرتع للإرهاب. سوريا هتبقى مرتع ومسرح جديد للإرهاب. خافوا ليه بقى من مصر؟ وليه بقى الرئيس راح يعمل شوية صفقات وأسلحة، وعمال تجيب لي فرقاطات، وعمال تجيب لي رفال، عشان يبقى مصر ليها الذراع الطويل في الجو، عشان يحطك في المقدمة، علشان يقدر يحمي حدودك من بره،
يبقى ليك حق الدفاع الشرعي خارج حدودك. واول عمليات اللي حصلت في ليبيا يا مغيبين يا اللي مش فاهمين حاجه، ارتال بيتم تدميرها. الجيش ده عمل حاجات كتيره قوي، واحنا لا مؤاخذه بنغطي نفسنا بالبطانيه ونقول اصل الكهرباء بكام والدنيا بكام. فوقه اللي جاي خلاص ما فيهوش كتير، ما عادش كتير، اللي جاي اسود من دوت. فوقه اللي جاي ما عادش كتير، ورجلك جاية، يا إما تبقى جاهز وذهنك حاضر وتقدر تحافظ على بلدك، يا إما هتقع وملكش أمة. ولا هو كلام تهديد ولا كلام تخويف ولا كلام إنشا ولا أي حاجة من ديت، ده كلام للي بيفهم الدنيا رايحة فين. خلاص ما عادش إلا أنت، ربنا يصلح الحال، ربنا يصلح الحال. ما كنتش عايز اتكلم ولا كنت عايز اطلع ولا كنت عايز اطول عليكم، بس جالي ناس كتيره قوي، انت ليه ما بتتكلمش وبقالك فتره غايب، حبيت اطلع لكم واقول لكم يا رب الايام اللي جايه تبقى احسن. اقفوا في ظهر القياده بتاعتكم، اقفوا في ظهر بلدكم، نستحمل مع بعض. القياده عارفه كل حاجه وحاسه بكل حاجه، والله غالب.